67 مدرسة في نينوى باتت تعتمد بشكل كلي على الطاقة الشمسية، وهي مرحلة أولى ضمن مشروع قابل للتوسع في المستقبل القريب. عدد المدارس التي تم تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية فيها هو 67 مدرسة في مركز محافظة نينوى، ومنها 56 مدرسة كان بتمويل من منظمة اليونيسيف تم تنفيذها في الآونة الأخيرة. هنالك أيضا 10 مدارس نفذت من قبل منظمة البيبل إن نيد في قاطعة الكيف والحمدانية ووانا. المرحلة الثانية من المشروع تشمل تجهيز 200 مدرسة بألواح الطاقة الشمسية. المشروع صديق للبيئة لاقى استحسان إدارات المدارس والطلبة وأولياء الأمور، لكونه يوفر طاقة كهربائية للمدارس طوال الحصص المدرسية. الطاقة الشمسية لها أهمية كبيرة في المدارس لأنها طاقة نظيفة بدون غازات وانبعاثات، والبيئة معنا نظيفة تكون، ولها أن تولد لنا كهرب مستمر، نشغل سخانات ونشغل أضوية وبانكات. منظمات دولية على رأسها يونيسيف تدعم مشروع الطاقة الشمسية في مدارس نينوى، والذي يهدف إلى شمول جميع المدارس داخل وخارج الموصل، والبالغ عددها أكثر من 1800 مدرسة. تأتي هذه الخطوة ضمن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، خاصة في مراكز المدن والأحياء السكنية، وهو مشروع يسهم أيضا في تقليل تكاليف إنتاج ونقل الطاقة وأسعار اشتراكاتها. من الموصل، محمد سالم، يو تي في.